يسعد صباحك يا هايدي. يسعد لي صباحك يا رشا. كيفك؟ الحمد لله، وانت كيفك؟ تمام، دائما بنقول الحمد لله على كل شيء بحياتنا. صباح الخير لكم مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتم مرافقينا بصباحنا لليوم. مشوارنا الصباحي بلش معكم، وتمنياتنا كالعاده لكم ببدايه هذا النهار وبدايه هذا الاسبوع انه يحمل لكم الخير، الصحه، الانفراج والرزقه الكريمه، ودائما بنقول يا رب جبران الخاطر وتصير الظروف احسن، تتحسن الاحوال على جميع الاصعده. اليوم مشوارنا الصباحي منوع وفقراتنا من مجالات مختلفه، واكيد حنكون بوقفه مع المحافظات السوريه ضمن تقاريرنا لليوم. رح بدي ارجع لعندك يا هايدي. صباح الخير من جديد يا رشا، واكيد كل التحيه والمحبه لكم مشاهدينا ومشاهدي الاخباريه السوريه من وين ما كنتوا عم تتابعونا، مع بدايه صباح جديد واكيد شهر جديد ان شاء الله يا رب. نتمنى انه يكون حامل معه كل الخير والصحه والتغيرات للافضل وكثير من الانجازات بحياتكم. اكيد بنترافق معكم لمده ساعه ونص من الوقت بالعديد من الفقرات المتنوعه مع ضيوفنا الاختصاصيين واكيد تقارير بمحافظاتنا السوريه. ان شاء الله يا رب نكون خفاف على قلوبكم، ودائما نحاول نقدم لكم كل المعلومات اللي بدهمكم. خلونا نطلع سوا لفاصل صغير وراجعين. يا صباح الخير عن جديد، رح نبدا باولى فقرات صباحنا غير لليوم مع الصحه النفسيه، ونحكي عن موضوع كثير شائع وممكن كثير نشوفه عند الناس، بتختلف اسبابه واعراضه من شخص للثاني. احد المشاكل النفسيه يلي ممكن نتعرض لها بالحياه الاكتئاب او اضطراب المزاج. لما نقول الاكتئاب يعني تراكمات قديمه، اكيد هي مو وليده اللحظه، هي ضغوط وظروف صعبه مرقنا فيها قبل. فقديه مهم اليوم نحن نعرف نضبط هي الحاله يا رشا كرمال يمكن ما تزيد تفاقم ومشاكل أسوأ بعدين. أكيد هادي، اليوم نحن عم نحكي عن نقطة جدا مهمة صحيح. بعلم النفس اليوم عم نحكي عن موضوع بيأثر على تفكيرنا، بيأثر على أنشطتنا، بيأثر على حياتنا اليومية، أيضا بيأثر على أجسادنا وعلى عاطفتنا. بمراحل متقدمة من هي الحالة ممكن الشخص يفكر بالانتحار، وممكن إذا كانت الحالة كتير متقدمة يروح من التفكير للتنفيذ. اليوم رح نضوي عن هذا الموضوع، أعراضه، الأسباب وطرق العلاج، ونحن كيف قادرين بأقل الخسائر نبتعد عن هذه القصة. خلونا نروح فورا لضيفتنا لليوم لنعرف أكثر عن موضوعنا، وهي الدكتورة داليدا هشام جبارة، دكتورة بالإرشاد النفسي. سعد صباحك دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباحكم. أهلا وسهلا فيك أستاذة داليدا. يعني عم نحكي عن موضوع كتير مهم، يمكن شوي هو ثقيل عند الصبح، ولكن بصراحة ممكن كتير من الأشخاص بمرحلة معينة يعانوا منه. اليوم الصحة النفسية ما بتقل أهمية أبداً عن الصحة الجسدية. أكيد. لازم ننتبه أي مشكلة نفسية ممكن نتعرض لها. خلينا نخبر المشاهدين نحن شو بنقصد بمفهوم الاكتئاب. الاكتئاب هو أحد الاضطرابات النفسية، واحد من الاضطرابات النفسية اللي هو أكثر شيوعاً حول العالم، في نسب انتشار كتير كبيرة حول العالم، بيأثر على الحالة المزاجية وبيأثر أيضاً على الطاقة وبيأثر على الشهية للطعام وعلى التركيز. طيب الدكتورة، اليوم ممكن يصير خلط بين مصطلح الاكتئاب ما بين حدا عنده حالة نفسية اكتئاب مشخصة من قبل أخصائيين وأطباء، ومن بين أنه أنا اليوم كئيبة، أنا عندي شيء من الكآبة، هي ممكن ساعات وبتمرق. كيف قادرين نحن نميز بين الحالتين؟ صحيح، كثير بيصير غلط وبيصير تداخل بالمفهومين. هلا المفهومين الاكتئاب والكآبة اثنيناتهم تقريبا بيتشابهوا بالأعراض، ولكن الاكتئاب هو بيكون انتشار، بيكون استمراريته أكبر وبيكون شدة الأعراض أقوى وأكثر. أما الكآبة هو شيء طبيعي، هو شيء طبيعي، مزاج حزين، شيء طبيعي، شيء عابر مؤقت لفترة معينة من الزمن. هلا هن بيتشابهوا بالأعراض ولكن بيختلفوا ببعض الأشياء. هي المدة والشدة. إذا قلنا مدة الاكتئاب بتكون هي مستمرة لمدة أطول، أما مدة الكآبة بتكون مدتها أقل مدة. أما إذا جينا للتأثير على الحياة، الاكتئاب بيعطل روتيننا اليومي. الشخص المكتئب ما بيقدر يمارس روتينه اليومي مثل ما كان قبل ما يتعرض للاكتئاب. أما للكآبة هو ما بيأثر على الروتين اليومي، فقط في بعض العراقيل ولكن بتمشي. التدخل العلاجي بالاكتئاب لابد من التدخل العلاجي، ولكن بالكآبة بكفي يمكن دعم البيئة الأسرية وبيئة الأقران. إذا قلنا للاكتئاب هو له كثير من الأسباب متعددة متنوعة، أما
الكآبة فبيكون حدث ضاغط، بيكون فقدان شخص عزيز، انفصال أو شيء يعني، فقدان عمل، تغيرات بالسكن. يعني بدنا نشكرك لأنك حاولتي اليوم تفرقي بين الكآبة والاكتئاب، ولكن اليوم نحن عم نركز على الاكتئاب. في عنا أسباب كثيرة للاكتئاب، ربما الأشخاص بتفكر أن هي ممكن تكون وراثية أو إن كانت نتيجة الظروف المحيطة حوالينا. خبرينا أكثر، شو هي الأسباب الشائعة اليوم لحدوث الاكتئاب عند الناس؟ صحيح، أغلب الأشخاص بفكروا أنه الاكتئاب هو حالة وراثية. هلأ أسباب الاكتئاب هي متنوعة متعددة ومتداخلة مع بعضها البعض. ما بعض من النظريات بتقول أنه أسباب وراثية مثل ما ذكرتي حضرتك، وبعضها بيقول أسباب جينية، أسباب أسرية، أسباب حياتية. هلأ إذا بدنا نقول أسباب وراثية، فاحتمالية الأسباب الوراثية 30%. إذا كان أحد الوالدين أو الأجداد مصاب بالاكتئاب، فالشخص بيكون تعرضه للاكتئاب، الشخص تعرضه للاكتئاب الابن أو الابنة يعني نسبة 30% أوكي بيصير معه اكتئاب. بس نسبة يبانا قليلة اليوم، بس نسبة يبانا يعني 30% صحيح. يعني بنحكي بنسبة كتير عالية يعني اليوم. صحيح. أما النسبة الجينية، في دراسة بتقول أنه التوائم، أحد التوائم مصاب بالاكتئاب، فاحتمالية ظهور الاكتئاب عند التوأم الثاني موجودة، ممكن تكون موجودة. تمام. فهون صار عندنا وراثية وجينية، بعضها هي أسباب حياتية، أسباب أسرية، قد تكون أحد هاي الأسباب خلل بالعلاقات الاجتماعية، وجود أشخاص كئيبين، مزاجهم سيء، مزاجهم سلبي بحياتنا، هذا الشيء بيؤدي لعدوى انفعالية. اثنين، تنشئة الطفل، هل هذا الشخص من الطفولة تنشئة صحيحة؟ تنشئته شخصيته شخصية متماسكة غير قابلة ل يعني ما هشة، ما بتتأثر بالضغوط النفسية؟ إضافة لضغوط الحياتية المتواجدة. بعض أسباب اضطراب الاكتئاب بتكون المرض المزمن مثل السكري، الضغط، هي الأمراض المزمنة بيكون مترافق معه. بعضها بيكون فقدان عمل، أحداث حياتية معينة، وبعضها بتكون مترافقة مع استخدام أدوية معينة. طيب اليوم أستاذي خلينا نكون هيك شوي واقعيين. الظروف يمكن الناس اللي عم تمرق فيها، كان ضغوط العمل، ضغوط الاقتصادية، الحياتية، ضغوط العاطفية والنفسية ضمن بيتك، اليوم أنت معرضة بأي لحظة أنك تدخلي بمود الاكتئاب، حتى لو أنت كنت إنسان سوي بالحياة. يعني يمكن اليوم عندك إنسان شعلة من الطاقة، شعلة من الضحكة، بيوم الأيام يفيق يلاقي حاله أنه هو مو هو. يعني اليوم في أعراض بترافق الأشخاص بتخلينا نعرف أنه هذا الشخص عنده حالة اكتئاب ليست عابرة، واليوم بحاجة لحدا مختص يكون معه لتدخل علاجي. صحيح. هلأ هي مجموعة من الأعراض مترافقة مع بعض البعض، فينا نقول أعراض اجتماعية نفسية. هاي الأعراض لازم يكون على الأقل 5 أو أكثر من هاي الأعراض اللي هي بدنا نذكرها. قد يكون واحد فقدان الطاقة مثل ما حكيتي، فقدان الطاقة والخمول، وما لي قدرة أني أقوم أنا من سريري أو مارس طقوسي اليومية الاعتيادية. اثنين، مزاج منخفض ومزاج كئيب لمدة يوم كامل. ثلاثة، فقدان الاهتمام بالاشياء وفقدان المتعه، انا بكون بستمتع مثلا بالقراءه. صحيح. انا هلا ما عاد استمتع فيها، انا بكون بستمتع مثلا بالجلي، بالطبخ، بالاكل، بالتنظيف، بتربايه الاولاد، انا هلا ما عم اقدر استمتع بالاشياء اللي كنت اعملها من قبل. إضافة لاضطرابات بالنوم، هل هي زيادة أم نقصان؟ صعوبة بالدخول بالنوم أو نوم مفرط. اضطرابات بالشهية، أما فقدان بالشهية، فقدان شهية كامل أو شهية مفرطة. يعني إحنا قابل الاثنين، مفرطة أو فقدان شهية بالنوم وبالشهية، قابل للاثنين. إضافة للتشويش، عدم القدرة على التركيز والنسيان، أفكار تشاؤمية. في عنا عرض هو الأفكار مثل ما حكيتي حضرتك بالمقدمة، أفكار انتحارية أو محاولات انتحارية أو التخطيط للانتحار. هذا الشيء بس عفوا منك، بس هذا الشيء، هي الخمسة أو أكثر من هي الأعراض، لازم ننفي وجود مرض عضوي، لازم ننفي وجود مادة فيزيولوجية معينة عم يتناولها هذا المريض، سواء كان عقار أو أدوية معينة. لازم كمان يكون عم يعطل روتينه اليومي مثل ما حكينا بالفرق بينه وبين الكآبة.
لا هون في تعطيل للروتين اليومي وللأداء اليومي سواء كان المهني الاجتماعي أو الشخصي. رح نرجع لموضوع المضاعفات والآثار السلبية يلي ممكن تنتج اليوم عن الاكتئاب، ولكن اليوم نسمع عن نوع من الاكتئاب اسمه الاكتئاب المبتسم. بتلاقي اليوم كثير من الأشخاص مزعوجين متضايقين عم يمروا بظروف صعبة، ولكن بتلاقي دايما البسمة على وشهم دايما مبسوطين. بتلاقي الطرف الآخر يمكن يفكرون أنهم ما عم يمروا بمشاكل ما عندهم ظروف. طيب هذا الشيء قديه صعب اليوم، قديه مهم اليوم نحن نفضفض نحكي، مو عيب الواحد يبكي، مو عيب الواحد يعني اهم شيء ما يكبت. خليني نحكي عن هذا النوع من الاكتئاب ونوضح للمشاهدين قديش اليوم صعب وبحاجه لعلاج. صحيح هاي الوسمه، واكثر شيء بيعانوا منه الذكور اكثر من الذكور اكثر من الاناث. ليش؟ لانه عيب الرجال يبكي وبيعطوه هي ما بصير انت تعبر عن مشاعرك، ما بصير انت تبكي رجال، انت ابضاي انت. الاكتئاب المبتسم هو هذا الاكتئاب اللي ما عم يقدر هو يعبر عن مشاعره مثل ما حكيتي، ما عم يفضفض. كل ما نحن كبتنا اكثر، كل ما نحن رجعنا وانحدرنا بالاضطرابات النفسيه وبالضغوط النفسيه وبالاكتئاب وبباقي الاضطرابات النفسيه. الكبت كتير كتير شيء أساسي بالاكتئاب. تنفيس عن المشاعر والتنفيس الانفعالي هو شيء كتير بيحل وبيساعد على التخلص أو تخفيف من حدته أو منع تطور شدة هذا الاكتئاب. بالإضافة اليوم أستاذة بتشوفي أشخاص بالحياة عندهم هالة أنهم ما بيحبوا المجتمع أو المحيط اللي حواليهم، يبين عليهم أنهم يعني اليوم بحالة ضعف، مع أنه اليوم إذا بتطلعي بالإنسان اللي عنده مشكلة أو حالة اكتئاب أنت قادرة بنظرة عينه تعرفي أنه هو اليوم عم يمرق بمشكلة، قد ما حاول يبتسم ويعمل هاي الطاقة والجو أنت قادرة تكشفي. طيب اليوم خلينا نروح معك، نروح على عيادتك نفضفض معك شوي علاجيا. يعني اليوم شو هي الطرق اللي بتتعاملي فيها مع الشخص اللي عنده حالة الاكتئاب؟ اكتئاب هلا الاكتئاب مثله مثل باقي الاضطرابات النفسية، ما فينا نقول أنه في نوع محدد أنا باخذ هالحبة بطيب، ما في نوع محدد لعلاج الاكتئاب، وإنما هو كل متكامل وكل متداخل مع بعضه البعض. أهم شيء نحن بنبدأ بداية بالعلاج الدوائي، ومو كل أنواع الاكتئاب هي بحاجة للأدوية. مين اللي بيقرر هذا الشيء؟ الطبيب النفسي. نحن كأختصاصيين نفسيين أو معالجين نفسيين بنعمل إحالة للمريض للطبيب النفسي لحتى هو يشخص هل هذا المصاب بالاكتئاب هو بحاجة للعلاج الدوائي ولا لا. هي شغلة الطب النفسي. جينا هلأ للعلاجات الثانية، هي العلاج النفسي المتنوع، علاج معرفي سلوكي، علاج معرفي فقط، علاجات استكمالية، علاجات بين شخصية. شو نعمل بالعلاج المعرفي السلوكي؟ أول شيء من ساعد هذا المريض وهذا المصاب بالاكتئاب ليوعى للمشكلة، ليوعى لمشكلته، ليوعى ليفهم هاي المشكلة. ومهم كتير نفهم أسباب هاي المشكلة، الأسباب اللي حكيناها من شوي، لأنه بيساعدنا بنوع التدخل. هل هو بحاجة لتعديل أفكار؟ هاي الأفكار السوداوية والتشاؤمية الموجودة بالأعراض نحاول نلقطها، نحاول ندونها، ونحاول نساعده على استبدالها بأفكار إيجابية. نساعد المريض على تعلم مهارات جديدة، تعلم مهارة حل المشكلات، دمجه مع أقرانه ومع بيئته بالمجتمع. كتير كتير مهم العلاقات الإيجابية عند مرضى الاكتئاب، إعادتهم لروتينهم اليومي، تنظيم ساعات النوم والاستيقاظ. نحن بس نقول له نظم ساعات نومك، بفكر أنه لازم كل يوم ينام عبكير. أبدا مو هيك، لازم أنه ننظم ساعات النوم، مثلا الساعة 10 مساء الساعة 6 صباحا استيقاظ. يعني ننظم ساعات النوم وساعات الاستيقاظ بشكل يومي. تمام. إضافة لهذا الشيء تعليمه تمارين الاسترخاء وضبط التنفس، استرخاء تخيلي، استرخاء عضلي، أو ضبط التنفس، تقنيات ضبط التنفس. إضافة للعلاج النفسي في علاجات استكمالية أنا حكيت عنها من شوي، هي العلاجات مثل العلاج بالفن، العلاج بالرسم، العلاج بالموسيقى، العلاج بالطبيعة، المشي يوميا لمدة 30 دقيقة، أو التنفس بطريقة صحيحة. إضافة لهذا الشيء دور الأسرة جدا جدا مهم، لازم نذكره بدور العلاج. ونحن بالعيادات النفسية كتير بيتم اصطحاب الأهالي أو دعوة
الاهالي لحتى نحن نعطيهم بعض التثقيف النفسي عن هذا المرض، عن هذا الاضطراب، لانه هن على عدم وعي به. شو يعني اكتئاب؟ يعني هلا ابني مجنون؟ يعني هلا ابني مريض؟ فنحن هي المشكله مجتمعيه موجوده عندنا، الخوف من شيء اسمه نفسي. طيب اليوم دوائيا، اليوم تثقيف. كيف تتدخلوا بالقصه؟ دوائيا نحن كارشاد نفسي ودكتوراه بالارشاد النفسي ما لنا علاقه بالادويه، ما بتحبطوا يمكن اليوم الطبيب النفسي اللي دارس طب، اللي دارس طب بشري ومختص طب نفسي، هو الوحيد اللي ممكن يحدد شو الادويه التي من المفروض انه يتناولها او عدم حاجته للعلاج الدوائي. ممكن الانواع يعني حلو اليوم انه عندنا اكثر من خيار للعلاج. وخلينا اليوم اكيد ضمن يعني حضرتك دكتوره بالارشاد النفسي وعم نركز على موضوع اليوم الاخصائيين النفسيين بالموضوع، بتلاقي اليوم كيف عم تلاقي توجه الناس للاخصائيين النفسيين اليوم لحتى يفضفضوا لحتى يحكوا عن الشيء اللي عم بيصير معهم؟ يمكن اليوم بتحسي انه ما عندنا هي الثقافه، ثقافه الشكوى، ربما خجل من الناس او بيقول لك انه عيب انا ما بدي احكي لحدا ما بعرفه، خلص ممكن فضفض لشخص قريب مني. شو صحه هذا الموضوع؟ خبرينا أكثر. صحيح، بعض الأفراد بيلجؤوا للأشخاص المحيطين فيهم وأفراد الأسرة مثلا لحتى يتحدثوا معهم لحتى يفضفضوا لهم يعني وتنفيس انفعالي. بس هلا مهما موجود هذا الشخص اللي أنت واثقة فيه وقادرة أنك تفضفضي له وتنفسي انفعاليا وتحكي عن مشاعرك وعن مشاكلك وهو يدعمك ويسندك، أوكي الأمور تمام، في حدا عم يسمعك. بس نحن عدم وجود هذا الشخص بحياتنا وعدم وترابط وتداخل العوامل الأخرى من ضغوط الحياة الأخرى، من فقدان عمل، من 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 أمور مالية، أمور اقتصادية، أمور أخرى، وما في هذا الشخص، في مشكلة وما في شخص أحكي له، فأنا إجباري وضروري أعمل استشارة نفسية. بكل الحالات أعمل استشارة نفسية، لأنه الشخص هذا اللي عم يقدم الخبرة هو ما هو أكاديمي، ما هو دارس بمدارس بكلية التربية، ما هو دارس بمدارس علم النفس، تمام؟ فليش نحن بنلجأ للشخص الأكاديمي أكثر والاختصاصيين النفسيين؟ لأنهم مؤهلين ودارسين أكاديميا ومدربين ليقدموا هاي الخدمة وليقدموا هاي المشورة النفسية. قد يمكن ما نتدخل فقط بس بالعلاج، قد نعمل بس نقوم بجلسات المشورة النفسية لهذا الشخص أو لأهله لنوعيهم عن الاكتئاب. وفي فكرة كتير لازم حلوة لازم تنذكر، أنه بالعلاج النفسي ما في شيء يعني مثل الدكتور أنه أنا أخذ غصب عنه بدي عالجه نفسيا. إذا ما كان في إرادة عند الشخص لحتى يتعافى ولحتى يتعالج ما بتتم عملية العلاج، لازم يكون في إرادة للعلاج. طيب اليوم أستاذي ذكرتي نقطة كتير مهمة وهي المحيط والأشخاص اللي حوالينا، ولكن وقت اللي بيكون الثقة غير موجودة يمكن اليوم هي أحد أسباب الاكتئاب. اليوم فقدان الثقة بالمحيط اللي حواليك، هذا الشيء ما إجا عن عبث، إجا بعد كتير من الضربات، التراكمات، الخذلان. تجي أنت بتلاقي نفسك أنه اليوم لحالك، يعني يمكن هاي القصة كتير بتزيد الحالة للسوء. اليوم قدامهم الثقة يعني ولو بشخص واحد. أكيد ثقة ضرورية، وهم تلعب دور الخبرات والتجارب السابقة. هل أنا قادر أعطي الثقة لمين ما كان ولا لا؟ الخزلان من بعض الأشخاص المقربين منا والأشخاص اللي نحن واثقين منهم، خزلان لمرة واحدة ولتجربة وخبرة صادمة واحدة بتمنعنا أنه نوثق به بباقي الأشخاص، وبتمنعنا أنه نحكي أو نعبر أو ننفس انفعاليا لباقي الأشخاص. فهم بنعمم هي الخبرة الصادمة. هذا كمان خطأ، مو كل الأشخاص مثل بعضهم، مو كل الأشخاص هن عندهم خزي وعندهم إنه بيحكوا شو صار. مشكلة شخصية بين الشخص وبين نفسه، إنه أنا اللي فقدت الثقة. كتير مهم هون نستشير الاختصاصيين النفسيين، كتير مهم نروح عند معالج نفسي، عند أخصائي نفسي، لنعرف نحن كيف منا نتخطى وكيف منا نتجاوز هذا التحدي وهاي العقبة. مثل ما حكيتي هي تراكمات، الاكتئاب ما بيجي بيوم وليلة، تراكمات، وهي الأعراض اللي فيه بتستمر لمدة أسبوعين على الأقل لحتى نحن نشخص اكتئاب. فهالأسبوعين أنا ببيئتي ماني ملاحظة أني أختي تعبانة مريضة، الشخص اللي موجود هذا الشخص المكتئب انخفض مزاجه، ضايق، مكركب، عم ينسى. فأنا هون بيجيني الفكرة أنه أوكي بركي هذا معه اضطراب أو بركي معه اكتئاب أو اضطراب نفسي. فهون كتير مهم ندعمهم، نقدم لهم المشورة، نقدم لهم شو يعني اكتئاب، نصطحبهم أو نقنعهم بشو يعني علاج نفسي، وخلينا نروح نشوف اختصاص
اختصاصيين نفسيين لحتى نحن نخفف من هاي الأعراض وما تتفاقم وتتراكم وننحدر للاضطرابات النفسية الأخرى. أكيد بالختام معلومات كتير مهمة ونصائح قدمتيها لليوم، إن شاء الله يا رب كل حدا كان عم يتابعنا يستفيد من حضرتك ويصير عندهم وعي أكثر بموضوع الاكتئاب. بدنا نشكرك كتير دليدة هشام جبارة دكتورة بالإرشاد النفسي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا نورتينا، ضلوا بخير يا رب وصحة نفسية جيدة. آمين للجميع اليوم أستاذة، شكرا لحضورك، يومك حلو. ورح نروح فورا للمساحة القانونية. اليوم رح نحكي عن موضوع خلينا نقول شائع جدا وحديث الناس، وهو الذكاء الاصطناعي. اليوم غزا المواقع التواصل الاجتماعي صحيح. هذا الذكاء غزا حديث الناس. شو هو الذكاء الاصطناعي اليوم؟ كيف قادر؟ خلينا نقول بداية هو ذكاء بحاكي الذكاء البشري، ولكن للأسف صرنا عم نشوف يتم استخدامه بأساليب جدا بشعة غير قانونية. عم نشوف اليوم فبركة كتير لصور، لمقاطع فيديو، لسرقة باسورد فيسبوك صحيح. كلمات مرور لأشخاص، ولكن دائما نحن بنقول القانون وضع لحماية المواطن. صحيح يا رشا، نحن اليوم عايشين بعصر التطور والذكاء الاصطناعي صار موجود بكثير من المجالات، يمكن في له اكيد كثير ايجابيات، ولكن سلبيا من الناحيه القانونيه في كثير من الامور يمكن الناس ما بتكون واعيه الى ولا اثارها السلبيه. رح نتعرف عنهم اكثر مشاهدينا مع ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو، الاستاذ فادي الرحال المحامي. اهلا وسهلا فيك. يسعد اوقاتك. يسعد اوقات الساده المتابعين. طبعا موضوع الذكاء الاصطناعي هو من المواضيع كتير حساسة والمهمة أكيد. خصوصا مع التطور وسائل العلوم التكنولوجيا. أهلا وسهلا أستاذ فادي، خلينا نصبح عليك، كيفك اليوم؟ يسعد أوقاتك. كنا عم نقول لك تحت الهواء أنه اليوم العقل البشري اللي قادر اليوم أنه يخترع أو يعمل هذا النظام والتقنيات قادر اليوم أنه يحد من خطورته، قلت لي صعبة لأنه برمجيا يعني معقدة القصة. خلينا قبل ما نروح بهذا الموضوع نحكي شو هو الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي باختصار هو من العلوم البرمجية الحديثة المتطورة. هذا العلم يقوم على مجموعة من الخوارزميات التي تحاكي العقل البشري بطريقة التفكير، ولكن دون الصعوبات اللي بيعانيها العقل البشري، اللي من ضمنها هي موضوع النسيان، من ضمنها هي الحالة الإنسانية اللي بيعيشها الإنسان أثناء نهاره اليومي. وبالتالي أنت عم تحكي عن آلة مبرمجة بتكون في عندها مجموعة من العمليات والأوامر يلي بتخليها تتجه باتجاه معين. يعني بمجرد ما أنت أدخلتي إلى بعض المعلومات فهي بتتعامل معه بطريقة وكأنه إنسان بشري هو عم يتعامل مع هذا الموضوع، ولكن هون نحن عم نحكي عن آلة. طيب أستاذ فادي، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن الذكاء الاصطناعي خلينا نحكي ونتعرف أكثر اليوم قانونيا، هل عالج المشرع السوري المسؤولية القانونية المترتبة على تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ خلينا نوضح أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع، لأنه يمكن كثير منا في نقاط قانونية ما يكونوا كثير واعيين عنها. تمام. المشرع السوري طبعا عالج موضوع الذكاء الاصطناعي ولكن دون ان يستخدم مصطلح الذكاء الاصطناعي. كيف يعني؟ عندنا نحن المرسوم رقم 17 سابقا هو اللي كان السائد في سوريا اللي كان متعلق بموضوع جرائم المعلوماتيه. فيما بعد طبعا نتيجه التطور وازدياد حالات الجرائم الموجوده اضطر المشرع السوري ليتطور التشريع، فاوجد القانون رقم 20 لعام 2022. طبعا كمان القانون الجديد لم يعالج موضوع الذكاء الاصطناعي مباشره أو ذكر اسم أو مصطلح الذكاء الاصطناعي ضمن التعريف، وإنما عالج الآثار الجرمية المترتبة على الذكاء الاصطناعي. كيف يعني؟ عندنا مثال على ذلك موضوع جرم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، جرم المساس بالحشمة أو الحياء. هاي الأفعال الجرمية هي ما ركز المشرع على الوسيلة المستخدمة، فقال إنه هاي الجرائم ترتكب من خلال وسائل تقانة المعلومات. خلى الموضوع عريض لأنه أنت وسائل تقانة المعلومات هي مسألة متطورة، الوسيلة المستخدمة اليوم هي أكيد لح تكون غير بكرة غير بعد بكرة. مثال الجوالات، أنت بتذكر إنه إحنا كنا نستخدم جوالات كبس، بعدين انتقلنا لللمس، فبالتالي صار في تطور ولسه لح ننتقل للجيل الأبعد من هيك حتى يختفي الجهاز من بين إيدينا. ممكن نتحول أمام شاشة ما لها كيان مادي وإنما إلى كيان مرئي، فأنت بتشوفيها وبتتلمسيها قدامك بس غيرك ممكن ما يشوفها لهي الشاشة. تمام. طيب اليوم أستاذ خلينا هيك شوي نتوسع بالعقوبات والأحكام السورية. اليوم شفنا موجة من الصور المفبركة والفيديوهات، وقالوا اليوم شغل الذكاء الاصطناعي وشفناها متواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم كيف نظر القانون السوري لهي الناحية؟ تمام. من شوي حكينا على موضوع أنه عن جرائم المساس بالحشمة أو الحياء. المادة 21 الفقرة ألف من القانون 20 عام 2022 عالجت هذا الموضوع. اللي بتقول لي انه اي شخص بيقوم بالتلاعب بصوره
أو طبعا ثابتة أو متحركة، المقصود فيها المتحركة الانتقال إلى مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو حتى المراسلات، أي عملية تلاعب ضمن موضوع حوارنا اللي هو موضوع الذكاء الاصطناعي. إذا تمت عملية التلاعب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كيف يعني؟ نحن حاليا أصبحنا أمام عالم مفتوح. كيف يعني عالم مفتوح؟ بالنسبة لحياتنا الشخصية، الشخص خلاص مسك الموبايل فورا هو قاعد ببيته بينشر مقطع فيديو عادي، ممكن يكون بالنادي، ممكن يكون هو طالع زيارة طالع، فبالتالي أصبحت حياته الشخصية مباحة طبعا بسبب بخطأ منه، فممكن يقوم بنشر مقطع فيديو عادي لا يتضمن أي مسائل تتعلق بالمساس بالحشمة أو الحياء. هون بقى دور المجرم. المجرم لما يأخذ المقطع في تقنيات معينة تستخدم الآلية التالية ببساطة، هي باختصار إدخال المعطيات الموجودة بين إيديه اللي هي صور عادية أو مقاطع عادية أو مراسلات عادية أو تسجيلات عادية، إقحامها بتسجيلات أو مقاطع فيديو ببساطة إباحية. نفترض مقطع فيديو عادي، إدخاله بمقطع فيديو إباحي، وبالتالي هذا المقطع رح يتم على الشكل التالي: سحب ملامح الوجه الموجودة بالفيديو الأول اللي هو المقطع الخالي من الإباحية، وإقحامه بالمقطع الآخر اللي هو اللي موجود فيه الإباحية. هون أنا صار عندي وقتها في نيل من سمعة الشخص لما يتم التلاعب بهي المقاطع الموجودة. المشرع السوري كيف يتعامل مع هذا الموضوع؟ قال لي مجرد عملية التلاعب إذا قام فقط بالتهديد بنشره أو قام بإرساله للشخص نفسه اللي هو الضحية أو قام بإرساله لشخص آخر، يعني ما تم نشر علني، فأنا هون عندي عقوبة جزائية اللي هي الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة من 1 مليون ل2 مليون ليرة سورية. طبعا هي حاليا، ونحن بتعرف أنه التشريعات في تطور، أكيد نحن رح نشوف فيما بعد تطور للتشريع وبالتالي التشدد في العقوبات. طيب لنفترض أنه هذا الشخص قام بالتهديد، يعني بعت لك المقطع وقال لك أنه بده مصاري، بده مبلغ من المال، أو بده موقف معين منك، أو شيء معين تقدمي له كخدمة، وبالتالي أنت أصبحت هون ضحية تحت التهديد. إذا قام الفاعل بالتهديد وبالنشر نتيجة عدم التجاوب من قبل الضحية، وبالتالي هون تشدد العقوبة استنادا للفقرة الأولى من المادة 16 اللي حكينا عنها، بتصير العقوبة أنت عندك من حبس من سنة إلى سنتين بالإضافة للغرامة من 2 مليون ل3 مليون. ننبه لموضوع كتير مهم، أنا هاي الأرقام اللي عم بحكيها هي حبس غرامة، ولكن الشخص الضحية المعتدى عليها هون إذا كان نفسه علامي، إذا كان طبيب، إذا كان محامي، إذا كان شخص عادي، بيبقى لأنهم هدول الأشخاص بغض النظر عن صفتهم المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق فيهم. المطالبة عن التعويض شو هون؟ اللي هي مبلغ بتقرره المحكمة للشخص، تعويض أو جبر الضرر. شو يعني جبر الضرر؟ إنه أنا أوكي مثلا إذا أنا كطبيب صار في إساءة لي، الإساءة انتقلت لمهنتي لعلاقاتي مع أصدقائي، وبالتالي من حقي نطالب بالتعويض. عمليا المحاكم لما يكون الشخص معروف يعني إنه خلينا نقول ذو وجه عام أو شأن عام، هون أكيد تشدد بالناحية التعويض لناحية المبالغ المترتبة. أما إذا كان شخص مغمور، شخص عادي ما حدا بيعرفه، يعني عملية نسبة الضرر هي رح تكون 10% بالنسبة لما عارفه. أما الشخص المعروف اللي مثل نقول مثلا مطرب أو فنان أو شو ما كان طبيعة العمل تبعه، وبالتالي الضرر رح يكون كتير كبير. خاصة أصلاً بدي نبه على نقطة كتير حساسة، أثناء وقوع الجرم اللي هي قيام بعملية النشر للمقطع، ممكن يجوا أشخاص ويعلقوا تعليقات مسيئة لصاحب الضحية خلينا نسميها. هلا هي الضحيه هي ممكن يكون مقطع حقيقي، معلش هيكون ببساطه، او مقطع فعلا تم دمجه من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بمقاطع اباحيه، وبالتالي الاساءه للضحيه. انا بنصح جميع المتابعين، انا بنصح لا تشاركوا المقطع ولا تعلقوا تعليقات مسيئه او تحتوي تنمر على صاحب المقطع الاساسي، لانه بحق له من الناحيه القانونيه مقاضاه الاشخاص. ممكن شخص يقول لك انه الاف مؤلفه علقت، بغض النظر، لانه ممكن تكون انت واحد من بين هالاشخاص المؤلفه اللي يتم اختيارهم بالشكوى، وهذا عملنا عم نساوي نحن من خلال عملنا. هيك قصص عم بتصير، بيتم انتقاء بعض الأشخاص إن تعليقات مسيئة، طبعا هو الضحية هي اللي بتقدر مين ممكن تختاره من بين هالأشخاص. أكيد ما بنشتكي على كل الناس لأنه مستحيل إنك وقت تتابع كل الأمور، بس بننصحهم إنه ما ينجر وراء إنه هي صفحة عامة أو صفحة معروفة، ولو كان المسؤولية القانونية ما بتعرف إنه صفحة عامة، وما بتعرف حتى ولو كان الشخص ذات نفسه عنده حصانة، بس أنت المنشور بحد ذاته مخالف للقانون. يعني فعلا نقطة كتير مهمة، لأنه اليوم يمكن كتير من الأشخاص بينجروا وراء هي المواضيع، أي بوست ترند بتلاقيهم عم يعلقوا بدون ما يعرفوا أنه ممكن كمان يكون في لهم مشاكل بعدين. خلينا نحكي أكثر اليوم الأشخاص اللي بتتعرض للصور المفبركة، الفيديوهات، الابتزاز، التهديد، يمكن ما بتعرف أنه أنا لوين بدي أتوجه بعد ما أتعرض لأي مشكلة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي
الاصطناعي، انا لعند مين بروح، مع مين بتواصل، كيف بدي اثبت انه هذا الشيء غير صحيح، شو هي الجهات المعنيه بمتابعه وتقصي الجرائم المرتكبه من قبل هي التقنيه؟ طبعا هذا سؤال من الاسئله المهمه، لانه ببساطه من فتره تواصل معي شخص وقع على نفس الجرم اللي عم نحكي عنه، طبعا هو راح فورا اتجه باتجاه الامن الجنائي بدون اي يكون انه قائم باي نوع من انواع الاجراءات اللي بدنا نحكيها هلا. طبعا فرع الامن الجنائي ما رح يستقبل الشكوى الا باليه معينه، لانه انت عندك الاليه على الشكل التالي. اهم شيء نحن عندنا الدليل الرقمي اللي هو الاعتداء اللي انت تعرضت له. الاعتداء اللي تعرضت له لازم توثقه بطريقه احترافيه على الشكل التالي، كيف؟ اللي هي بدايه لقطات شاشه للمنشور او المقطع الفيديو المفبرك، نسخ مقطع الفيديو اللي تم فبركته ووضعه على سي دي، بنفس الوقت كمان رابط الحساب اللي قام بالإساءة بدك تنسخ الرابط، لأنه رابط الحساب هو باختصار رح أعطيها شو هي رابط الحساب. رابط الحساب خلينا نقول الكرة الأرضية، الوطن العربي، سوريا، دمشق، خلينا نقول المزة، خلينا نقول البناء كذا، طابق كذا. هاي العملية هي اللي بتحدد سرعة الوصول للجاني، فبالتالي لازم يكون كل هالقصص انت طبعا حاططها. وننتبه لنقطه كثير مهمه وحساسه، انه انت ما تتلاعب بالادله الرقميه، ما تستخدم الفوتوشوب. انت لما تستخدم الفوتوشوب انك تحرف، لانه احيانا بتقول لك صبيه انا مقطع مبين فيه شيء من جسمي، انت اوكي في احترام لخصوصيتك، تلاعبك بالدليل مع انه ممكن يفسر على انه في شيء منه صحيح غلط. طبعا بعد ما يتم تجهيز كافه الادله وتصوير صوره الهويه، بيتم التوجه لاداره لفرع للمحامي العام بالمحافظات التابعه لها. المحامي العام المختص بيوجهها اما لاداره الامن الجنائي فرع مكافحه الجرائم المعلوماتيه، او الى فرع الامن الجنائي قسم مكافحه الجرائم المعلوماتيه، لانه نحن عندنا اداره مركزيه وعندنا بالافرع كمان توجد اقسام بتعالج هذا الموضوع. طيب اليوم نحن عم نحكي عن أدلة رقمية لأشخاص حقيقيين موجودين بالحياة، ولكن ممكن يكون الحسابات وهمية، ممكن نحن حساب وهمي يبعث شيء ينشر شيء ويعمل إنهاء حساب، يعني هون قانونيا في أي تصرف قانوني ممكن القانون إنه في تشريع له خاص؟ طبعا هون ننتبه لنقطة كتير حساسة، الجريمة المعلوماتية هي جريمة سريعة، كبسة زر بتنشئ وكبسة زر بتختفى. لأجل هيك الفعل الضحية لازم يكون سريعة البديهة، بمجرد ما تحسي حالك تعرضتي لفعل جرمي إلكتروني من خلال الذكاء الاصطناعي أو من خلال الوسائل التقليدية بوسائل تقنية المعلومات، فورا لقطة شاشة للدليل رأسا، أو إذا إجاك التهديد أو الابتزاز من خلال الواتساب تليجرام، فورا أنت بتجيري التهديدات اللي موجودة، ممكن يكون في خاصية الحذف التلقائي أو حذف هو يحذف من عنده، فأنت تكوني سريعة البديهة بأنك فورا توثقي هاي الحالة. من ناحيه الحذف، ممكن الرابط الحساب اللي حضرتك حكيت عنه، موضوع انه في انا عندي شهود، طبعا اضافه للادله الرقميه انا في بثبوت الفعل الجرمي، سرعه تقديم الدليل مثل ما قلنا للجهات المعنيه، اثنين انا عندي شهود فيما بعد اذا قدرنا نصل للشخص وقام بحذف الدليل الرقمي وحذف الحساب، في عندك شهود لاحظوا الفعل الجرمي. هون انتبه، اذا وصلنا للشخص باسرع وقت ممكن كانت امور جدا ممتازه، اذا ما وصلنا بيكون خطا من الضحيه، لانه الضحيه لازم يكون سريعه بالشكوى. اما مو والله انا تعرضت للابتزاز مثلا يوم الاحد او الشيء اللي صار معي يوم الاحد وبنطر ليوم الخميس لاروح اتقدم بشكوى، بتكون انتهى الموضوع. بس احيانا استاذ، يعني انا قصدي انه اذا كان وهمي الشخص اللي عم بيراسلني حدا وهمي، هل اليوم ممكن يتم متابعته؟ ممكن اذا كان في ارتكاب لخطا. شو يعني الخطا؟ اكيد الشخص اللي بيقوم بهي الافعال ما رح يكون ساذج ويكون بسيط، رح يتعامل معك بطريقه احترافيه على الشكل الثاني، لانه يعني فايت فوتي بيعرف حاله انه هي كبيره. كيف يعني؟ ممكن يستخدم انت عندك كاسر الفي بي ان، كاسر البروكسي، ممكن يستخدم معك صفحه وهميه، ممكن يستخدم اللي هي اشد اللي هي انه يكون مخترق حساب لشخص اخر فبيستخدم هذا الحساب. بالمتابعه الفنيه وهي صارت معنا كثير بالمتابعه الفنيه، انه بيطلع الشخص شخص اخر ما له علاقه بالموضوع، وانما حسابه اخترق بس ما بلغ عنه ولا قام باي اجراء قانوني يؤكد حاله الاختراق، وبالتالي ممكن اذا ما اثبت براءته من هذا الموضوع، لانه انت عم تقول انه الحساب هو الحساب مثل الهويه الشخصيه، انت عم تقولي ضاعت هويتك الشخصيه، معقول ما نظمتي ضبط بضيع الهويه؟ نفس الشيء حسابك انت، حسابك انت بتعرفي ان فقدت السيطره عليه، معقول ما تنظمي ضبط تثبتي واقعه فقدان السيطره على الحساب؟ يمكن اليوم كمان منلاقي في كتير من البوستات أو كتير من المواقع نحن بلا شعور ممكن نحط أي معلومات شخصية أو تفاصيل شخصية عن حياتنا، هي المواقع وهي التفاصيل يمكن بصراحة تسبب لنا مشاكل لبعدين ويصير في تلاعب بالذكاء الاصطناعي، خلينا نوضح أهمية هذا الموضوع. تمام، ننتبه بالدرجة الأولى أنه نحن ما نحفظ كلمات المرور، كتير تنتبه أنت أثناء التصفح بيعطيك حفظ كلمة المرور بموقع صحيح. بمكان ما تجنبي عملية الحفظ تلقائي أو روابط بيبعتونا إياها أي رابط بيقول لك مثلا أنه رفاق إشعارات
او انتبهي على عمليه كثير مهمه وحساسه، من ضمنها هي حاليا منتشره، ممكن يخترقوك وياخذوا منك حساباتك على الشكل التالي. بيجيك اشعار على انه انت انه فيسبوك عم يتواصل معك او ذكرك، فانت لما تروحي على المنشور الموجود بيعطيكي وكانه هي ميتا اللي بعثت لك هذا الموضوع. الرابط على الشكل حاطين الرابط وقايلين لك انه حسابك انت لازم تتعاوني معهم لحتى يتم تاكيد الحساب. كيف يعني؟ معك 48 ساعه لم تتجاوبي ممكن يتم تاكيد الحساب، اما 30 يوم او بشكل دائم. طبعا انت هون الرساله مخيفه بالنسبه لي، خصوصا اذا شفتي انت متى عم تحكي معي، فبتروحي بتتجاوب بتنقري على الرابط وبتمشي معهم للاخير، فجاه بتلاقي حالك انت فقدت السيطره على الحساب اللي عندك، لانه هو بالاساس رابط اختراق منه رابط. وخصوصا صارت تستخدم نتيجه الملل، هن صاروا يستخدموا المعتدين وسائل الذكاء الاصطناعي اللي بتقوم على عمليه برمجيه سريعه، عملية إلكترونية فورا، الربط الذكاء الاصطناعي تجاوب على المرحلة الأولى فورا لحاله، الحاسب بينتقل معه على الثانية وعلى الثالثة، وبالتالي بتلاقي الحسابات صارت متجمعة. هلا في أشخاص بتقلك إنه شو بيستفاد هذا الشخص؟ لحلك شو بيستفاد؟ نحن بسوريا عمليا وسائل التواصل الاجتماعي هي لصباح الخير وكيفكم بس، أما بالنسبة للي برا هي وسيلة رزق عم يسترزق منها من خلال المتابعات والمشاهدات. ممكن لما يكون عندي حساب قوي جدا لخلينا نقول إعلامي، في إعلام من إعلامي مشهور كتير صفحته هلا مخترقه ومسيطر عليها من الهند، شوفي منشورات هنديه بتتفاجئي، بتفوتي عليها بتلاقيها فعلا، بس انت تقولي شو الفائده؟ الفائده لحلك كيف بتكون؟ هو لما يكون عنده متابعين كثير تجاوزوا الالاف وبالتالي هن سيطروا عليها وهن كهند عددهم كبير، هذا الحساب صار مميز، فورا بيعملوا حساب بنكي بيربطوه بهذا الحساب، عمليات الحساب اللي عم تصير المشاهده اللي عم بتصير هي بتحقق ارباح ماديه. طبعا احنا ما بنقدر نحصلها بسوريا بتعرفي نتيجه الوضع اللي نحن عم نعيشه كحصار لبعض الدول اللي هي بشكل عام مسيطره على موضوع الميتا ولا اي وسائل برمجيه خارجيه او تطبيقات خارجيه. طيب استاذ فادي خلينا نروح ونبقى بالتشريع السوري، هل اليوم برايك قانونيا اليوم التشريعات العقوبات الموجوده بمجال الذكاء الاصطناعي كافيه؟ هل نحن بحاجه لتشريعات اقوى من هيك لضبط هي التقنيه؟ طبعا اكيد التشريع السوري حاليا يعتبر هو بمرحله التطور الثاني، لانه التطور الاول هو كان مرسوم 17، التطور الثاني قانون 2022. بالتاكيد لابد انه نحن نطور قانون 2022، لانه لما كان القانون 2022 بقصد 20 ورقم القانون 22 2022، لما صدر هذا القانون كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي عم تنهض، عم تبلش تظهر بشكل اقوى، بس حاليا صارت بشكل اشرس، وبالتالي في عندك حالات جرميه لازم انه تتجرم. في عندك انت نسخه التسجيل الصوتي، شو يعني نسخه التسجيل الصوتي؟ انا ممكن اسرق بصمتك الصوتيه واستخدمها باماكن ثانيه، انا ما عندي جرم بنسخ البصمه الصوتيه، هي واحدة من الحالات الجرمية الحديثة. ممكن معناته واحد يستخدم بصمتك الصوتية بمكالمة صغيرة، يسحب ترددات الصوتية لصوتك ويستخدمها فيما بعد مع مكالمة مع شخص آخر، ممكن من خلال هي المكالمة الصوتية ترتب عليها منعكسات ثانية. وبالتالي برمجيات الذكاء الاصطناعي يفضل انه نحن اذا نطور قانون 2022 نفرد لها مواد خاصه تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لانه صحيح هي وسيله من وسائل تقنيه المعلومات المتطوره، بس لكن ضبطها لازم يكون من خلال التجديد بالعقوبه في حال تم الفعل الجرم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. طيب اليوم مين هن الاشخاص يلي فعلا معرضين اليوم يوقعوا ضحيه هي المشاكل بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ هل هن فقط الاشخاص المشاهير، الاشخاص يلي عندهم متابعين زياده كرمال يستفزون اكثر ياخذوا حساباتهم، ام لا اي شخص اليوم معرض لهي المشكله ولازم يكون عنده وعي ويعرف يتصرف ويعرف كيف اليوم يمكن يحمي حسابه من اي مشكله ممكن يتعرض لها؟ طبعا هون المساله موضوعيه بتختلف بين حاله لحاله، بس الحاله العظمى هي بتكون انا مو معقول استخدم تقنيات ذكاء اصطناعي ولبك حالي كرمال شخص بالنهايه ما بستفاد منه شيء. بالتاكيد انا مثلا هلا اذا تم اختراق، معلش خلينا نحكي بحاله عمليه، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على حساب لكريستيانو رونالدو، هل يعتبر مثل مجهود استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على حساب شخصي لشخص عادي؟ اكيد لا. هي المعادله الاولى. الحاله الثانيه اللي هي الانتقام، ممكن اشخاص يستخدموا اشخاص اخرين للانتقام، وبالتالي انا ممكن يتم التعامل مع المبرمج اللي هو المعتدي اللي حيكون فيما بعد او الخبير التقني ليتم ضرب فعلا حساب شخص، ممكن يكون شخص عادي ممكن يكون شخص مشهور، الغايه منه طبعا هي ايقاع الاذى فيه وسلب حسابه. طيب اليوم معلومات جدا مهمة استاذ فادي ذكرتها، بدنا نشكر حضورك لليوم، ودائما بنقول نحن اي موقف ممكن نتعرض له نتخلص من هي العقدة المجتمعية والخوف ونروح فورا للقانون، ما هو بالنهاية يعني التشريعات عم توضع لحماية هي المواطن. شكرا استاذ فادي لحضورك، اهلا وسهلا. يعطيكم العافية. اهلا وسهلا فيك استاذ، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها. ما نحن شو مكملين بصباحنا بين الاي ولا؟ تماما، شي مرة قلتي لا على اي موضوع دائما ولا؟ هو الفكرة يعني كل ما كبرتي سنة بعد سنة بتندمي على كلمة لا اللي قلتيها السنة الماضية، المفروض نحن يعني
بتمرق عليك لحظات كثير بتقولي كلمة إيه بوقت أنت مفروض كنتي قلتي لا، ولكن صحيح. خوفك على الناس اللي حواليك، الشخص اللي قدامك أحيانا خجل تروح القصة، وأحيانا يمكن القوة أنك تخالفي رأيك ببعض المواضيع إذا كنتي مقتنعة أنه أنا لازم أقول لا. صحيح. هني أنتقل مباشرة مشاهدينا لهذا التقرير مع هل تجد صعوبة في قول لا؟ إذا كان الأمر كذلك فأنت لست وحدك، إذ يتجنب كثيرون قول تلك الكلمة المؤلفة من حرفين فقط خشية تعريض الآخرين للأذى أو الإزعاج أو الإحباط. خلونا نشوف مشاهدينا تقرير زميلتنا سونيا النصر الله كيف نقول لا بدون الشعور بالذنب. كيف تقول كلمة لا من دون أن تشعر بأي ذنب؟ الكثير من المرات في الحياة المهنية والحياة الخاصة تستصعب قول كلمة لا خوفا من الوصول لقرارات تشعرك بالذنب، فتتجنب قولها خشية تعريض أحد في محيطك للإحباط أو الأذى. فالغالبية يظن أن الأمر الأكثر قبولاً عند الآخرين هو عدم الرفض، فلشدة الرغبة في إرضاء الآخر وعدم هدم أي علاقة لا يعرفون كيف يقولون لا. من بعض الاستراتيجيات التي من الممكن تعلمها لقول كلمة لا بدون ندم وبكل ثقة، أولاً الرفض بلطف من خلال أن تظهر شعورك بالسعادة والامتنان من الطلب المقدم لك، ولكن تبرر أنك لا تمتلك الوقت الكافي للقيام به. ثانياً، أخبرهم بسبب رفضك بكل ثقة من خلال التركيز على الأشياء التي ستفعلها في وقت رفضك، مثل قضاء وقت مع العائلة أو حاجتك لوقت للاسترخاء. ثالثاً، قدر ذاتك أكثر، فعدم تقدير الذات يؤدي لعدم تقدير الوقت، فالوقت والطاقة أكثر قيمة بالنسبة لك. رابعاً، عود الناس في محيطك على أسلوبك، فالحزم بالدفاع عن ما لا تريد يجعل الآخرين يتقبلون قرارك بشكل أبسط وأكثر احتراماً. خامساً، قدم بعض المساعدة إذا استطعت من خلال اقتراح شخص آخر يمكنه تقديم العمل بدلاً منك، أو تقدم أي معلومة من شأنها أن تساعد. سادساً، لا تعتقد قولك لا سينهي العالم، فالعالم سيستمر وسيجدون شخص يفعل ما يريدون، حتى لو أخبروك أنه لا يمكن الاستغناء عنك أو قالوا أي كلمات إطراء لتقول نعم. قول لا من أروع المهارات التي يجب تعلمها، فرفضك لأشياء أو أعمال توكل إليك ستمكنك من قول نعم لأشياء أنت تريدها، فلا تهدر طاقتك وحافظ على تركيزك واستثمر جهودك واستمتع ببعض الخصوصية والاسترخاء. أما هلأ رح ننتقل بتقرير جديد للسويدة، وبهدف الترفيه عنهم ودمجهم بالمجتمع أقامت جمعية العرفان الخيرية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية يوم ترفيهي لأطفال الجمعية. هنكون بتفاصيل أكثر وزميلتنا شام حمدان. بهدف الترفيه عنهم ودمجهم بالمجتمع أقامت جمعية العرفان الخيرية وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وحديقة الوفاء يوم ترفيهي لأطفال جمعية الرعاية الاجتماعية في السويداء. بتعاون مع جمعية العرفان الشيخ خالد كرباج قدمنا فعالية كثير حلوة، انبسطوا فيها الأولاد كثير، مميزة كانت بالنسبة لنا، طلعوا من جو امتحانات، فاتوا بجو بسط ولعب وفرح، كانوا مبسوطين، قدمنا عمل إنساني، إن شاء الله نكون قد هالعمل الكبير. ضمن المسؤولية الاجتماعية ومن أهداف جمعية العرفان الخيرية رعاية اليتيم ورعاية الأيتام، فانطلقت اليوم جمعية العرفان الخيرية بمبادرة لزرع البسمة وزرع الفرح بأنفس الأطفال الموجودين ببيت اليتيم، فحبينا نقدم لهم شيء عوضهم عن النقص اللي موجود عندهم بأنفسهم من الشيء اللي جواتهم. النشاط تضمن مسابقات وألعاب وهدايا وشخصيات كرتونية، بالإضافة إلى وجبة غداء وعروض فنية لرسم البسمة على وجوههم. هلق نحن عملنا إنساني، والشيء اللي عم نقدمه لأطفالنا اهتمامنا ودعم معنوي ولا دعم نفسي ولا دعم مادي. نشكر كل إيد خيري قدمت هذا الدعم ودعمت أطفالنا واستمرت جمعية الرعاية بهذا العمل الإنساني. كثير انبسطنا وكيفينه على الألعاب وخاصة الأولاد كثير مبسوطين. أنا اليوم كثير مبسوطة بتشكر القلب. رعاية الأيتام والاهتمام بهم تعتبر من أولوية مديرية الشؤون التي تسعى بكل الإمكانيات المتاحة لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان رعايتهم. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء.
أكيد مشاهدينا مشوارنا الصباحي منتهى، مكملين معكم ومثل ما تعودنا كل نهار سبت نتعرف كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظتنا السورية ودرجات الحرارة. صار معنا عبر اتصال هاتفي المتنبئ الجوي الأستاذ حسان الجردي لنعرف كيف عم تكون أحوال الطقس. صباح الخير أستاذ. صباح الخير، صباحك يا هلا، يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ حسان. صباح الخيرات، يسعد صباحك. يا ريت لو سمحت أستاذ تحطنا بتفاصيل طقسنا، كيف حيكون هذا الأسبوع؟ هل نحن على موعد مع ارتفاع بدرجات الحرارة أو حنضل هدول بالنسمات اللي عم نشهدها خلال اليومين الماضيين؟ تكرم عينك. هلا بداية صباح الخير من جديد لإليك، للأخبارية السورية، لزميلتك. بالنسبة للحالة الجوية خلال الـ 24 ساعة القادمة وفكرة على الأحوال الجوية خلال هيدا الأسبوع، هلا الأجواء المنعشة المعتدلة اللي عم نشعر فيها رح تضل مرافقتنا لليوم، يعني مطلع هيدا الأسبوع فقط، ولكن بشكل عام نحن على موعد مع ارتفاع تدريجي ومستمر بدرجات الحرارة بشكل متوالي خلال هيدا الأسبوع. رح تكون أجواء حارة إلى حارة نسبيا ببعض المناطق بشكل عام. اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة، الحرارة رح تكون اليوم أعلى من المعدل من 2 إلى 5 درجات مئوية. الأجواء بشكل عام أجواء عم تكون حارة نسبيا بين الصحوة والغائمة جزئيا في مختلف المناطق، بينما تكون أجواء سديمية مبررة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. خلال ساعات الليل عم تكون الأجواء معتدلة خاصة بالمرتفعات الجبلية، ولربما خلال ساعات الصباح الأولى تكون هناك نسمات من البرودة نوعا ما مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية بالأجزاء الغربية من البلاد، واحتمال لتشكل ضباب بالأجزاء الجنوبية بالأجزاء الجنوبية والقلمون والمنطقة الوسطى. خلال ساعات الصباح الباكر الضباب رح يكون بشكل خفيف تحديدا خلال ساعات الصباح الباكر. تستمر الأجواء ودرجات الحرارة بالارتفاع خلال هيدا الأسبوع، لحتى تكون درجات الحرارة نهاية الأسبوع أعلى من معدلاتها تقريبا من 5 إلى 8 درجات مئوية، والأجواء رح تكون أجواء حارة في مختلف المناطق، بينما تكون أجواء شديدة الحرارة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. أجواء صحوية بشكل عام رح ترافقنا خلال هيدا الارتفاع مع درجات الحرارة، مع وجود بعض الغيوم المتوسطة والعالية خلال المناطق الغربية بالشمال الغربي بالمنطقة الوسطى. هلأ نتيجة الارتفاع بدرجات الحرارة خلال هيدي الموجة اللي نحن بدنا نشهدها خلال هيدا الأسبوع والارتفاع بدرجات الحرارة اللي ببلش معنا من اليوم، بنحذر مجموعة من التخسيرات. أول شيء الانتباه إلى عدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، تحديدا من الساعة 12 للساعة 4 عصر، يعني تقريبا هيدا الوقت هذا وقت كتير خطير التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس. من الأجواء السديمية المغبرة ببعض المناطق الداخلية وخصوصا بالمنطقة الشرقية بالجنوب الشرقي بالشمال الشرقي بالجزيرة بالبادية السورية بسبب الغبار والأتربة المسارة نتيجة نشاط سرعة الرياح، راح تتجاوز سرعة الهبات تحديدا ببعض الأحيان 60 كيلو متر بالساعة مطلع هيدا الأسبوع. هلأ منحذر الناس اللي عندهم مشاكل تجاه الغبرة وتجاه الأجواء السديمية، كبار السن، الأطفال، العجز اللي عندهم مشاكل للحساسية، مشاكل صحية بالجهاز التنفسي من عدم التعرض بالأجواء السديمية بشكل مباشر يعني للغبرة. أهم شيء كمان عدم إشعال الحرائق في المناطق الخراجية بالغابات، وعند حدوث الحرائق إبلاغ الجهات المختصة بذلك. بشكل عام الأجواء يعني إحنا بلشنا تقريبا تصلنا أيام قليلة عن بداية فصل الصيف، نحن بالجزء الأخير من فصل الربيع، وهيدي رح تكون تقريبا الأجواء اللي بدنا نشهدها. هلأ الارتفاع بدرجات الحرارة والحالة اللي بدنا نشهدها هيدا الأسبوع رح تكون مثل كبداية لفصل الصيف اللي نحن رح نكون على موعد معه في 21/6. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 32/19، قنيطرة 28/16، قلمون والمرتفعات الجبلية 24/13، درعا 33/16، السويداء 30/15، المنطقة الوسطى خمس الحماة 32/17، منطقة الجزيرة محافظة الحسكي 37/22، بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس 26/18، بالشمال حلب وإدلب 32/18، دير الزور الرقة البوكمال المنطقة الشرقية 36/24، بالبادية السورية مدينة تدمر 34/20. إذا زين الأحوال الجوية خلال هيدا الأسبوع وحالة الطقس ارتفاع بدرجات الحرارة وأجواء رح تتراوح ما بين الأجواء الحارة نسبيا إلى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة مع نهاية هيدا الأسبوع. أنا الجردي بدنا نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، شكرا لك.
مكملين رشا بمشوارنا الصباحي. لوين هلا؟ هلا بنروح للمساحه الطبيه، واليوم رح نحكي عن موضوع خلينا نقول كمان منتشر جدا بين الصبايا والشباب، وهو بلازمة الوجه. اليوم نحن بنعرف انه كل ما تقدم الانسان بالعمر بيروح لفقد الكولاجين داخل البشره، هذا الشيء بيعمل ارهاق بالبشره، يعني بيبين التعب عليها هايدي فورا. ولهيك اليوم كانت البلازما احد حلول العلاج بالعلاجات البشره. اكيد اليوم كل سيده او صبيه بتحب انه تكون بشرتها صافيه خاليه تماما من الحبوب، من الذبات، من التصبغات. اليوم اكيد في عندنا تقنيات عديده للبشره، ولكن اليوم حابين نخصص اكثر نتعرف على البلازما للوجه، الايجابيات واذا في سلبيات عن الموضوع، تفاصيل كثير طبيه رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم نور الخطيب، بكالوريوس في علوم التغذيه. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا دكتوره، كيفك؟ صباح النور. صباح النور رشا، شو الاخبار؟ تمام. خلينا هيك نروح فورا لنحكي عن شو هي البلازما اليوم. البلازما يعني شائعه جدا اليوم بين الصبايا. تمام. هلا البلازما هي عباره عن سائل بناخده بعد تسفيل الدم، بنحطه بآلة معينه من بعد عن كريات الدم الحمراء، هي بتكون غنيه بالبروتينات والمعادن والفيتامينات يلي بتغذي البشره، مشان هيك نحن بنستخدمها بحقن الوجه. تمام. فبتعطي نضاره والكولاجين والشباب الدائم للبشره. يعني بعد ما تعرفنا من حضرتك عن تقنية البلازما للوجه، خلينا نوضح أكثر لكل حدا عم يتابعنا من السيدات عن هيدي التقنية، عن فوائدها، عن أهميتها، خبرينا أكثر. هلا أهمية البلازما للوجه هي بتساعد على النضارة، كلياتنا بنسعى لحتى نخلص من الشحوب وبنحلم هذا الشيء، بنحلم بلمعة البشرة، بنحب إنه يكون عندنا الوجه صافي، فهي تقنية البلازما تقنية كثير حلوة لإعادة وإشراق البشرة. هلا نحن فينا نعملها بتقنيات كثير حلوة، تكون بلازما منقاة بطريقة كثير جيدة، ممكن نعمل بلازما بي آر بي، هي بلازما البي آر بي هي بلازما غنية بالصفيحات الدموية، بس تكون غنيه بالصفيحات الدمويه بتعطينا نضاره واشراق اكبر للبشره لانه بتكون غنيه اكثر بالبروتينات. تمام. فبدها تكون البلازما يعني كثير يعني ممتازه للبشره، بدها تكون هي وقت نعطيها للوجه بتعطي النضاره والاشراق، وممكن نحن نحط معها بعض مثلا هيالورونيك اسيد بتعطينا كمان زياده دبل لاشراق البشره. تمام. مثل ما قلتي اليوم صرنا كلنا بنتمنى وبنحلم بهيئة البشرة، ونشوف اليوم كثير صبايا السوشيال ميديا انه عن بيعملوا اعلان كرمال البلازما، فاليوم نستغل هيك حضورك دكتوره ونحكي اليوم كم جلسه، يعني اليوم انا اذا حبيت اروح لعندك ساوي هاي البلازما، هل انا بحاجه لجلسه واحده او اليوم شحوب الوجه او يعني بشكل عام كيف منظر وجهي هو اللي بيقرر اليوم انا عدد جلسات بحاجه لها؟ هلا عدد الجلسات ما له كثير كبير، تقريبا من 4 أو 5 جلسات بناخذ كثير نتيجه حلوه، زائد انه نحن بنشتغل على عضل الوجه بالطب البديل مشان نظبط البلازما يكون دغري بتعطينا الامتلاء للبشره. تمام. فبنحاول انه كذا تقنيه مع البلازما بتعطينا نتيجه كثير احلى وافضل، فممكن نعمل بلازما مع كربوكسي ثيرابي، الكربوكسي هو عباره لحقن لغاز ثاني اكسيد الكربون مع البلازما بنشط الدوره الدمويه، كانك عملتي 3 جلسات بلازما بجلسه واحده. يعني كم جلسه نحن ممكن يعني تقريبا 4 جلسات بناخذ نتيجه كافيه لمده سنه. وقد الوقت بيناتهم؟ الوقت بيناتهم تقريبا شهر. طيب من عادة هي الجلسات، يعني كثير من الصبايا بيقولوا لك انه انا ايمت ممكن احصل على النتيجه الصحيحه على وجهي، ايمت ممكن تظهر، هل ممكن تطول ام لا انا فعلا بعد هدول الاربع جلسات بشكل مباشر او بعد الجلسه مباشره يعني اخذ نتيجه مرضيه؟ بعد الجلسه مباشره تقريبا بنحس بنتيجه برفع الوجه. تمام. بعد الجلسه تقريبا ب 20 يوم بتحسي بفرق كثير حلو ظاهر بالبلازما. فشد الوجه بيصير حلو، امتلاء الوجه افضل، حفر لحب الشباب كمان ممكن تزول، المسامات الواسعة كمان بتتحسن موضوع حقن البلازما، فنحن بنعطيها إشراقة وتفتيح للبشرة وشد بنفس الوقت. طيب اليوم دكتورة أيضا بنسمع بتقنية الوخز بالأبر الدقيقة، اليوم شو بتختلف عن البلازما؟ هلا الوخز بالأبر الدقيقة هي تقنية الدرمابين، تقنية الدرمابين بنستخدمها ممكن مع البلازما، بتحفز إنتاج الكولاجين لأنه نحن الوخز بالأبر الدقيقة مع تقنية البلازما يحفز إنتاج الكولاجين بشكل أكبر على البشرة، ولكن غير مستحسن بالصيف. ليش؟ لأنه بدنا نتعرض للشمس، الشمس كثير قوية. تمام. فبدا يكون ما عندنا
اوف من العمل تقريبا لمده اسبوع بعد تقنيه الدرمابين مشان ما يصير حساسيه بالنسبه للشمس. نور، يعني قبل اي اجراء تجميلي او طبي نحن بنساويه اكيد دائما يمكن بيكون في عندنا مجموعه من النصائح من الارشادات اللي لازم نلتزم فيهم كرمال ما يصير اي اثار جانبيه او اي مضاعفات. بالنسبه اليوم لتقنيه البلازما للوجه، شو هي النصائح اللي بتنصحي فيها ان كان قبل التقنيه او حتى بعد؟ هلا قبل التقنيه اول شيء نحن مسؤولين انه نعمل له التعقيم اللازم تمام للبشره، بنعمل الاجراءات اللي هي بتعطينا النتيجه المضاعفه تمام. ولكن بعد اجراء الجلسه لازم اول شيء نحط ثلج مشان نخفف الزراء، ما يصير عندنا مشكله بالزراء او الاحمرار بالبشره، زائد انه ما نتعرض للشمس، ما نغسل وجهنا بماء ساخن بنفس يوم جلسه البلازما، بنحاول ما نتعرض للحمام كمان ما مشان ناخذ نتيجه البلازما تمام. اهم شيء بالنسبه لموضوع الصيف الشمس الحارقه لازم نستخدم الواقي الشمسي بعد التعرض لجلسه البلازما، فكثير بياخذ نتيجه حلوه على البشره. حتى اليوم دكتورة يعني في بعض التوصيات ما نعرف من خلالك، الأشخاص اللي بياخدوا أدوية مثلا هل هلون اليوم قادرين أنهم يعملوا البلازما؟ يعني من هلون الأشخاص اليوم غير قادرين لهذا الإجراء؟ يعني هل الأشخاص غير قادرين إجراء هذا الإجراء، يعني أهم شيء أنه اللي معه فقر دم، فقر دم مزمن، عنده مشكلة كتير كبيرة بالدم، ممكن اللي عنده لوكيميا أو سرطان كمان ما بنعمله بلازما. تعملوا تحليل لنسبة الدم قبل ال هلأ نحن بنسأل المريض بنعرف إذا عنده مشكلة بالفقر الدم، كان يعني عنده مشكلة كبيرة مثلا فقر الدم، في ناس عندهم سيولة بالدم كمان ما بيعملون ما بيسحبوا، في ناس وريدهم صاب تماما. هلا المفروض نحن اليوم يكون في عنا فحوصات طبية قبل إجراء هذا العلاج التجميلي، فينا نقول يعني ممكن أثناء التقنية البلازما تتحسس البشرة يصير في تهيج يصير أي مشكلة، فاليوم ممكن ننصح بإجراء بعض الفحوصات الطبية على السيدة نتأكد إذا اليوم بشرتها هي قادرة فعلا تتحمل هي التقنية أم لا؟ لا يعني ما بده ولا تحليل، ما نقطة كتير على البشرة لأنه هو من الدم وبنرجعه لنفس المريض، فما بصير مشاكل، ما بصير تحسس، ما بصير تهيج، ما بصير اي مشكله تحسس. في حال صار تهيج خفيف ممكن في مراهم او ادويه معينه ممكن تلجأ طبعا له. نحن بنستخدم فوسيدات مثلا انه مشان ما يصير التهاب للبشره تمام. اول يوم ممكن بعد جلسه البلازما استخدموا رميمات بسيطه مشان تاخذ النتيجه المرجوه. طيب خلينا هيك نروح لاليه العمل دكتوره. اليوم وقت اللي بتجيكي صبيه حابه تعمل البلازما، يعني بدك اول شيء تسحبي الدم، خلينا نتخيل معك هي التقنيه، عدد الابر يلي بتنعطى بالوجه هل هي عددها كبير وكيف بتم؟ يعني تخيلي اعطينا توصيف للعمليه. هلا وقت نساوي جلسه البلازما بناخذ الدم بنعمل تسفيل بطريقه معينه نعم. بعدين بناخذ تقريبا من 5 سنتي تقريبا بلازما بدنا نحقنه بالوجه مع بتقنيه معينه بابره دقيقه طبعا لتحت الجلد للبشره بده يكون تماما. بنكون نحن عاملين مراحل معينه قبل ما نعمل البلازما بتقويه العضلات للبشره من هاي راديو فريكوانسي ممكن لتنشيط الكولاجين كمان مشان تاخذ نتيجه دبل بالبلازما، بعدين بنعمل تقنيه البلازما فبنحقن تقريبا 5 ابر بسيطه دقيقه تحت الجلد بحيث نوزعها بشكل متجانس على البشره، بتعطي امتلاء للخدود، بتعطي النضاره، بتعطي الرونق والحيويه اللي احنا بدنا اياها بالبشره، اكيد بدها تكون بطريقه معينه بتكنيك معين، بدها تنحقن بفاصل بيناتهم تقريبا 1 سنتي بين شكات الابر، بتكون نتيجتها كثير جيده ومرضيه بالنسبه للصبايا، حتى بتعمل شد العضل البلازما. مؤلمه دكتوره؟ لا ما لها مؤلمه ابدا، ما لها مؤلمه، هي كونه لو عم نحكي عن ابره شعريه ذكرتي تحت الجلد، كم وخزه؟ هلا نحن ما بدنا نعد الوحدات، الفكره المهم ناخذ النتيجه. طيب بما انه حضرتك بكالوريوس بعلوم التغذيه وبما انه نحن اليوم عم نحكي عن البشره كيف نحصل على بشره صحيه ان كان من خلال الاجراءات التجميليه او حتى يمكن كمان النظام الغذائي، خلينا نحكي اليوم النظام الغذائي قد ايه بيلعب دور اليوم ببشرتنا، قد ايه ممكن يساعد اليوم على تحسين البشره؟ طبعا النظام الغذائي اساسي لتحسين البشره، اهم شيء بالصيف ناخذ 8 كاسات ماء يوميا
يوميا، بدنا نركز على الخضروات الخضراء، فينا نعمل ديتوكس للجسم مشان تعطينا اشراقه للبشره، فممكن نعمل ديتوكس حاوي على الليمون، النعنع، الزنجبيل، بتعطينا كثير نتيجه حلوه على البشره واشراقه جيده. فينا نعمل كمان مشروبات خضراء ممكن تعطينا اشراقه للبشره، فبتعطيها تنفس لايت. تمام، فأكيد النظام الغذائي هو أساسي بالنسبة للبشرة، لازم يكون الحديد جيد عند الأشخاص مشان يعطينا الإشراقة والنضارة للبشرة، فبدنا نركز على الخضروات الخضراء وكل شيء يعني بيعطي نضارة ولايت للبشرة. نرجع للطبيعة، يعني دائما بنقول الرجوع للطبيعة هو الأفضل بالمصادر الغذائية، ولكن احنا بعض الأخطاء ممكن يعني نعملها من دون ما ننتبه، من دون ما نقصد، عم تكون سبب ايضا باتلاف هذا الجلد والبشره. شو هي الاخطاء اليوم الصبايا عم يشتغلوا عليها، عم توصلهم لمرحله انه اليوم عم يكونوا بعمر اكبر من عمرهم؟ تمام، اهل الفكره تعرض للشمس بدون استخدام الواقي الشمسي بياثر كثير بشكل كبير على التجاعيد للبشره، زائد يعني الجفاف، ما بياخذوا كميه كافيه من الماء، اغلب الصبايا بيكون عندهم جفاف بالجسم مشان هيك بصير عندنا مشكله بالبشره، زائد قله الاهتمام بالمرطبات الليليه، بده يكون عندنا مرطب ليلي يوميا مشان ما يصير عندنا التجاعيد الدقيقه بالبشره، مشان ما نصل لموضوع انه يكون اكبر من عمرنا. تمام، زائد في ناس مثلا بيعيشوا بالجبل مثلا من مناطق ريفيه، بدهم يهتموا كثير بالترطيب بالبشره، هون كثير يعني هو الجبل بيأثر على جفاف البشره. تمام، فبتلاحظي انه الناس اللي بالريف عندهم تجاعيد دقيقه اكثر من الناس اللي بالمدينه، حتى الناس اللي بالمدينه ما بيهتم بالواقي الشمسي كمان اللي بتطلع يوميا على العمل بالشمس الحارقه كمان بيأثر عليها بشكل كثير كبير. تمام، فبدنا نحاول نحن نهتم بالنسبه للعوامل الجويه اللي بتتأثر لها البشره، وزائد انه من الداخل لازم نهتم بالجسم كترطيب. تمام، اكيد. بالختام نور الخطيب، شكرا لك لوجودك معنا ضمن صباحنا غير اليوم ولكل المعلومات اللي قدمتيها، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، شكرا دكتوره لحضورك اليوم، هيك بسطنا فيكي، صار هيك عندنا شويه مجموعه من المعلومات، نحن دائما بحاجه، خلينا دائما نكون على معلومه منك طبيه او من كل الاخصائي لنقدر اليوم نتعامل مع البشره صح. يمكن بعض النصائح منك قادر اليوم نحن نمشي صح وما نحتاج لاجراءات تجميليه جدا، يعني بدنا نشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتيها. صباحك حلو هيك مثل وجهك. صباح النور. اهلا وسهلا فيكي يعني رشا من الصحه والجمال. صار الوقت لحتى نودع المشاهدين، شكرا لك، واكيد نتشكر كل حدا تابعنا بصباحنا غير لليوم، نتشكر المعدة هلا السعدي وكل كدر صباحنا غير. أكيد مشاهدينا موعدنا بيتجدد بكرة معكم بنفس التوقيت، ومن هلأ لبكرة تبقوا بخير. شكرا يا هادي، واكيد كل الشكر للكادر الفني، يومكم حلو ان شاء الله، هيك كنا ضيوف خفاف على قلوبكم وبيوتكم وقدرنا نقدم لكم المعلومات اللي بتهمكم بحياتكم اليوميه. لاقونا بكره بنفس الموعد، ومن هلا لوقتها كونوا بالف خير، ودائما يا رب نقول جبران الخاطر، باي باي.